يا احمد برضو طريقه لعب نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ تمام، نبدا الاول بالحالات الفنيه او التشكيل اتفضل. المتوقع بتاع الزمالك. هما في طريقتين لعب للزمالك في الفتره الاخيره. فيريرا بيلعب بال 4 3 3، ممكن يفاجئ النادي الاهلي يوم السبت ويلعب بخمسه، يلعب بيرجع يلعب بثلاثه ورا اللي كان لعب بيها. يعني هو في احتمالين لطريقه لعب نادي الزمالك. لو نستعرض التشكيله هنلاقي اول حاجه ال 4 3 3 ده التشكيل الاولاني. ماشي، نبدا بال 3 4 3. ده الاحتمال الثاني اللي هو ممكن قد يفاجئ بيه النادي خمسة الاهلي، ثلاثة اه 5 3 2 او 3 4 3، يعني اللي هم الثلاثه اللي ورا محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد، ويدخل حمزه المسلوسي كقلب دفاع. احمد فتوح لسه الله اعلم هيبدا ولا لا، دي الحته اللي احنا محتارين فيها. النهارده رمي كلمتين اهو نشوف هيحصل. اه، هل محدش احمد عارف، وهل فتوح يكون في جراءه في النادي ان هو يلاعب لعيب لسه ما عرفش نتيجه العينه بتاعته ايه؟ ممكن تعمله مشكله. ما فيش لو غيره. لو العينه، ما خلي بالك، ما هو انت برضه خلي برضه تحط يعني احتمال لكل الامور. لو العينه جت بعد المباراه، بعد المباراه ايجابيه، انه هيتوافق في الامر بعد المباراه يبقى لا، بعد يبقى ما اعرفش ايه يعني القانون. قصدك ما يلعبش لغايه ما العينه تطلع؟ ما هي العينه، ما حسب العينه بقى نتيجتها. هو لازم اعتقد لازم يستنى نتيجه العينه بتاعت برشلونه الاول، وبعد كده يقرر لا يشوف يعني بقى هو هيقعد له شهر مثلا ما يلعبش. بس هي العينه مش اعتقد هتاخدها يا صعب. كابتن اسلام. العينه اصلا في، اعتقد العينه في اسبانيا من يوم الاحد. هي اصلا والله الموضوع ما بياخدش اصلا 24 ساعه. ما اعرفش، ما كده عنديش فكره هيضطر يا الحقيقه. اما محمد عبد الشافي، يا اما يجيب حمزه المسلوسي باك ليفت زي ما بيعمل، يا اما عمر جابر، حد غالبا من يبقى محمد الثلاثه، عبد الشافي. يا اما محمد عبد الشافي الشافي كان بيلعب جدا الماتش اللي فات. اه. وناحيه اليمين نكمل برضو، ناحيه اليمين ممكن نيمار اللي هو الباك رايت، او عمر جابر، الاثنين اللي في وسط الملعب، امام عاشور ودونجا لو لعب بالخمسه ورا. وطبعا قدام زيزو ومصطفى شلبي او يوسف اسامه نبيه وسيف الجزيري. هنا ممكن يا اما مصطفى شلبي يوسف اسامه نبيه. الطريقه الثانيه بقى اللي هي ال 4 3 3 اللي بيلعب فيها في الايه في المباريات الاخيره، بيبقى محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي باك رايت، واحمد فتوح او سواء بقى عبد الله جمعه سواء محمد عبد الشافي ودونجا وعمرو السيسي وامام عاشور وزيزو ومصطفى شلبي او يوسف اسامه نبيه وسيف الجزيري. فطريقه الزمالك معروفه، اعتقد ان هو هيقفل فيريرا بنسبه كبيره جدا، هيعتمد دي ان هو 4 2 دي، اه دي 4 3 4 3 3 3 سوري. اه. هات الصور بقى الحالات الفنيه في المباراه الاخيره. الزمالك بيلعب بال 4 3 3، خطوره الزمالك تحديدا مع فريرا في الضربات الركنيه. يمكن انا معايا صح، احصائيه دي، اولا ال 4 3 3 اهي، ادي الثلاثه اللي هو السيسي ودونجا وامام عاشور في وسط الملعب ويوسف اسامه نبيه وزيزو والجزيري. ده نكمل الصوره الثانيه برضو نفس الشكل بالثلاثه، ادي الثلاثه اللي قدام وادي الثلاثه اللي في وسط الملعب. ده في مباراه بيراميدز الاخيره. هات الصوره اللي بعدها بقى، ده اهم نقطه هنا. الزمالك في البيلد اب في بناء الهجمه بتاعه الشكل بتاعه اتغير. ايوه بقى بيبنوا الطريقه ب 3 2، يعني 3 ورا، دونجا هو اللي بينزل ما بين الاثنين المساكين بيبني الهجمه، مع عدم نزول السيسي وامام عاشور. فده نوعا ما انا بشوف انه بيعمل مشكله. هنا الضغط العالي مهم جدا تحديدا في اول 20 دقيقه للنادي الاهلي على دونجا، زي ما غلطتهم في مباراه السوبر. اوكي، هتفرق كتير معاك الضغط، ان انت تاخد الثقه وتحرز هدف مبكر للنادي الاهلي هيفرق كتير جدا 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 في اول 20 دقيقه. دونجا نكمل الصوره اللي بعدها، هو اللي بينزل دايما يبني الهجمه، هو زي ما احنا شايفين، ومعاهم عواد بيعمل زياده، ففي مرحله البناء الهجمه بتبقى اربعه. فهنا عمليه الضغط مهمه جدا، لان هنا هتعمل لهم مشاكل كتير. هات بقى الاحصائيه اللي معانا اللي هي 17 هدف من ضربه ركنيه للزمالك في اخر 58 مباراه. اوكي، خطوره الزمالك في المباريات دي تحديدا ومع فريرا في الضربات الركنيه. هات الضربات الركنيه، نحلل الضربات الركنيه الصوره اللي بعدها، وهتلاقي برضو جايبين صوره لاماكن الضربات الركنيه اللي هي ال 17 هدف للضربات الركنيه. ادي اول، ده الجون بتاع بيراميدز. اخطر لعيب في الضربات الركنيه لنادي الزمالك حسام عبد المجيد، هو اللعيب المميز في الضربات الركنيه، لازم يتعامل مع امان، خاصه كمان ان هم دايما بيعملوها. هنا ممكن الحل ان الشناوي يطلع يريح الدفاع في الحته دي ويبقى منطقه قدامه، وبرضو المان مهم جدا والرقابه على حسام عبد المجيد، وعندهم اكتر من لاعب مميز سواء سيف الجزيري، في كذا حد بيكمل، محمد عبد الغني كمان. محمد عبد الغني برضو هنا، برضو هم عاملين طريقه الحصان في اللي هو اللعيبه عامله حصان كده، وبعدين بيتحركوا في طريقه فجاه بتتلعب دايما عند علامه منطقه الجزاء او على حدود ضربه المرمى. هات الصوره اللي بعدها، بص حسام عبد المجيد راح فين واللعيبه انتشرت ازاي بعد ما كانوا عاملين طريقه الحصان ديت. هات الصوره اللي بعدها برضو، شوف حسام عبد المجيد لعبها فين. دي المنطقة المهمة جدا، المهم تتراقب في الضربات الركنية لنادي الزمالك. ليه؟ لأن الحتة دي دايما بيتلعب فيها الضربات الركنية للزمالك، دايما فريرة وعرضيات زيزو بتبقى في الحتة دي.
اللي هي المنطقه دي، مين اللي هيمسك؟ حسام عبد المجيد، هل عمرو السولية؟ على حسب بقى كولر لما هيحدد في الضربات الركنيه. هات بقى الصوره اللي بعدها برضو هنا، دي اهم حاجه، الصوره دي اهم صوره في التحليل كله، ان انت عندك 17 هدف لنادي الزمالك في اخر 58 مباراه من الضربات الركنيه. شايف عدد كل العلامات الحمراء دي؟ دي الرأسيات اللي جه منها الاهداف. فهتلاحظ ان الحته كلها فين؟ عند لعبه ضربه المرمى، في الحته اللي هي قدام منطقه الجزاء بالظبط اهي، شايفها؟ ما بين منطقه الجزاء وركله الجزاء. كل الحته دي، فهنا مهم ان انت تراقب المنطقه دي تحديدا. الكره اللي اتلعبت بره اللي كانت في مباراه بيراميدز الاولى، اللي هي اللي اتلعبت لزيزو ولمصطفى شلبي وشاطها، وهنا برضو زيزو، فتحديدا دي اماكن الضربات الركنيه اللي بيلعبوا فيها، رغم ان الضربات الركنيه سلاح قوتهم الا ان هو سلاح ضعفهم في نفس الوقت. دفاع الزمالك ضايع في الضربات الركنيه، وده اللي لازم نستغله. في التمركز في الضربات الركنيه بيبقى فيه سرحان وتوهان، ولازم هنا كولر يهتم بالضربات الركنيه من وجهه نظري. هات الصوره اللي بعدها، بص هنا اسوان، بص تمركز لعيبه الزمالك في حاله من السرحان والتوهان، في رغم ان ميزتهم اللي هي نقطه ضعفهم. انت النهارده ممكن تخلص الماتش ده بضربه ركنيه. شوف اسوان جاب منهم جون، طلع اللي المهاجم اللي هو المميز في اسوان وقدر ان هو يسجل منه. هات الصوره اللي بعدها برده نفس الشكل، الجون اسوان الاولاني من ضربه ركنيه اتلعبت على القائم القريب. هات الحاله اللي بعدها نفس الشكل، جون الاسماعيلي من ضربه ثابته. إذن الزمالك عنده مشاكل في التمركز في الضربات الثابتة والضربات الركنية، دي نقطة مهمة. الزمالك في الماتشات الأخيرة كلها بيعاني من الحالة البدنية في الشوط الثاني. لا مش الشوط الأول، مش من الثاني. والشوط الأول والشوط الثاني تحديداً. ما الشوط الثاني ما أكيد، ما عشان أنت بتتكلم عن الفريق أصلاً بادئ وهو متأثر بدنياً، إحنا عايزين نتكلم برضه يا كابتن إسلام من يوم 2-1. من يوم 2-1 منذ مباراة نادي أسوان، مروراً بمباراة الداخلية، مباراة الاتحاد، مباراة بيراميدز، نادي الزمالك، اتعمل الاربع مدربين للاربع فرق طبقوا الضغط العالي في الماتشات كلها. نادي الزمالك عانى، تخيل نادي الزمالك اللي عنده افراد يعني افضل بكتير من الافراد نادي اسوان. كابتن ايمن الرمادي فوجئنا بصراحه، انا على المستوى الشخصي المباراه دي يعني من احلى مباريات شفتها في الدوري السنه. كابتن ايمن رمادي مدير فني نادي اسوان طبق الضغط العالي على نادي الزمالك من الشوط الاول في واقعه غريبه جدا. الانديه تحت المركز العاشر دايما بتلعب الاهلي والزمالك بزون ديفنس وبتحاول ان هي تخطف نقطه. نادي الزمالك واضح جدا 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 منذ بدايه السنه انه عنده مشكله بدنيه مع اي فريق بيطبق الضغط العالي عليه، وضعا في الاعتبار برضه ان خط وسط نادي الزمالك ما زال لغايه دلوقتي مش عارف يلاقي بديل طارق حامد. يعني عمرو السيسي مجتهد وكل شيء، ولكن فرق مستوى شاسع ما بينه وما بين طارق حامد. الضغط العالي وافقاد نادي الزمالك اهم ما يميزه وهو بنى اللعب من تحت بيخلي فعلا الفريق مشوش، وده ما حصلش حتى عشان نقدر نقول بشكل استثنائي في ماتش واحد، لا شاف مباريات نادي الزمالك الاخيره الاربعه انتهاء بمباراه بيراميدز. اللي عايز اقول فيها معلومه ان نادي الزمالك لعب 110 دقيقه قدام فريق منقوص من العدد لاعب وما قدرش ان هو ياخد الانتصار، بل العكس. احمد فتحي اللي وصل النهارده سنه 38 سنه فتح سبرنت في الدقيقه 118 حسبت عليه عند بول، ولولا خطا تحكيمي كان انفرد بالمرمى. فعلا نادي الزمالك بيواجه مشكله بدنيه منذ بدايه العام، وفي وجهه نظري شيء مهم جدا جدا في تكتيك النادي الاهلي كضغط يعني على المنافس انه يمارس على نادي الزمالك الضغط العالي منذ بدايه المباراه، لان الزمالك بدنيا مش هيقدر يعمل العكس.